ارحب بيه وبتشرف جدا بمداخلته الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل واستشاري امراض القلب. برحب بيك يا دكتور حازم. اهلا، مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، وبنشكرك على المداخله ووقت حضرتك فوق راسنا يا فندم. يا حبيبي تؤمر. دكتور حازم، خليني في البدايه كنت بقول ان بعض المرضى في تغيير الفصول بيفرق معاهم ان احنا في فصل شتاء ولا صيف ولا خريف، هل كده في عنوان سريع مرضى القلب يا فندم في دخول فصل الشتاء وشفنا امبارح امطار شديده والتغيرات الجويه، هل فصل الشتاء ليه احتياطات مهمه نبقى بننصح بيها مرضى القلب يا فندم؟ هي دي الحقيقه فعلا، يعني فصل الشتاء بالذات البروده العاليه والطارات الهواء العاليه بتأثر بشدة على مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى الشرايين، مرضى هبوط عضلة القلب، لأن الجو الساقع قوي بيعمل تقلص في الشرايين الطرفية بتاعة الإيد والرجلين، فدي بتزود المقاومة اللي قدام عضلة القلب قدام البطين الأيسر، فدي تعمل ارتفاع في ضغط الدم، تعمل تزود فترات هبوط عضلة القلب، وفي ناس كتير قوي بيجي لها ذبحات صدريه اثناء الشتاء، حتى المرضى اللي كانت حالتهم مستقره اللي هو بيطلق عليه القصور التاجي المستقر، ساعات في الشتاء والسقعة ونزلات البرد تؤدي الى انه بعد ما كان مستقر يتحول الى ما يطلق عليه قصور الدوره التاجيه غير المستقره. تمام، يعني بناء عليها دكتور مرضى القلب تحديدا يحاولوا ما يتعرضوش لنزلات برد لساعه شديده بحيث انهم بيحافظوا على نفسهم في هذا الاطار. بالظبط، حتى اللي بيمارسوا رياضه منهم ما يمارسش رياضه الجو ساقع قوي، ما يمارسش رياضه يعني ضد التيار الهوائي، يعني ما انت عارف انت يبقى مخلي باله حتى عنصر الوقت انت بتمارس في انهي وقت عشان يبقى فيه احتماليه الاصابه لا قدر الله بدول برد او ساعه يبقى قليل معدوم. بالظبط، انت عارف واحنا صغيرين حتى واحنا في كليه الطب كان دايما يجيبوا لنا صوره مشهوره قوي في اوروبا، يعني ناس في المطعم بتاكل واول ما يطلع قدام باب المطعم في الساعه تك يمسك صدره ويجي له ازمه قلبيه، كانت صوره مشهوره قوي، طبعا الصوره المثاليه دي يعني مش متوفره قوي، لكن نزلات البرد والجو البارد بيؤثر بشده على مرضى القلب. الناس بعتوا لنا على صفحه البرنامج وحريصين جدا في روشتة كده مجانيه وعدناهم بيها مع سيادتك يا دكتور، هسالك كده باللغه البسيطه كده بالعاميه بتاعتنا كده مع اولاد البلد كده، في اسئله بيبقى هم عايزين يفهموها ربما ما يكونش اسئله متخصصه قوي طبيا، ولكن دايما عشاننا في حضرتك ان احنا نبقى بنفهم الناس وتحديدا الفئه دي من المواطنين. الانفعال الزايد يا دكتور حازم، هل لو انا انفعلت وبتعصب على اولادي او في البيت مع الاسره ونمت منفعل او عشت منفعل في مرحله زمنيه ده بيأثر بشكل مباشر فعلا يا دكتور على القلب برضه؟ ده في متلازمه اسمها متلازمه القلب المكسور، الانفعالات دي في منتهى الخطوره، يعني الانفعالات دي بتجيب جلطات في القلب، بتجيب جلطات في المخ، بتجيب هبوط حاد في عضله القلب، واحنا عارف الاثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الهم، تخيل انت النبي المرسل كان يقول اللهم يعني اعوذ بك من الهم والحزن، انت متخيل الهم والحزن؟ فاحنا شفنا ناس كتير جدا من مع خناقات مع اولادها مع زوجاتها بجلطات في القلب وجلطات شديده، واتحجزوا في الرعايات المركزه، وخاصه الانفعال القادم من الاقارب، تخيل انت دايما الانفعال مع اولادك مع زوجتك مع اسرتك ده بيبقى اضعاف مضاعفه انفعالك. يعني ده مش فكره الانفعال في المطلق يا دكتور حازم، ده انت بتنفعل مع مين وعلى مين كمان تفرق جدا، يعني يعني انا لا اخفى عليك انا يعني شفت عشرات او قد مئات حالات بجلطات في القلب مثلا لرجاله اتخانقوا مع اولادهم مثلا بالليل او مع زوجاتهم وهكذا، فانفعال في العائله ده اثره مضاعف على شرايين وعضله القلب. يعني طبعا معلومات مهمه جدا. ناس بعتوا لنا برضه من ضمن الاسئله يا دكتور حازم بيقول لك انا مثلا باجي زعلان من الشغل او عندي مشكله او نفسيا مش متظبط، فهل ممكن يا فندم لو هو فعلا حد نام متاثر عنده اكتئاب زعلان حزين، هل لو نام برضه في الوضع النفسي ده برضه بيأثر ربما عليه او على وضع القلب؟ دي من اخطر الحاجات، حضرتك عارف ان النوم نفسه يعني فترات النوم دي أكتر فترة بيحدث فيها بطء في اندفاع الدم في الشرايين، الجهاز الباراسمبثاوي بياخد اليد العليا على شرايين القلب فيقلل الدم اللي مندفع جواها، نبض القلب بيبطأ ويقلل اندفاع الدم من البطين الأيسر لبقية الجسم كله،
فانت اساسا بالليل، والناس معرضه للازمات القلبيه دائما بالليل او على الفجريه كده. اما تنام زعلان بقى انت بتضيف عامل تاني مؤثر جدا على حاله قلبك، فبتضاعف فرص الاصابه. فطبعا انا دايما كنت انا اقول حتى للشباب والزملاء اللي معايا في الشغل او التلامذتي حتى، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت هتقعد تقول للعيال ما تنفعش شيء، هو غصب خلي عنه صح. بالك، انا عارف الظروف دي، لكن على الاقل قبل ما تنام تكون عملت حاجه تانية. يعني انت ما تخشش تنام تحت اي ظرف وانت متضايق، اطلع امشي، انزل اتحرك، اتفرج على حاجه، اتكلم مع حد بتحبه، قوم صلي، قوم اذكر ربنا، يعني اعمل اي حاجه اضافيه غير انك تخش تنام وانت زعلان. دي من الحاجات اللي في منتهى الخطوره، مهمه لدرجه جدا. ان يعني مش هقول لك بقى الاصابه، في ناس بتموت. بيحصل رفرفه القلب البطينيه ديت احد اسبابها الانفعال الشديد، الشخص يخش ينام يقول لك ما صحيش، يعني لفظ مشهور يقول لك بنشوفها، يقول لك كان كويس دخل نام ما طلعش عليه الصبح. طلع نام، ما دخل نام ما صحيش، لان الانفعال والزعل والحزن قبل النوم ده من اخطر العوامل التي قد تؤدي الى ذبحات القلب، هبوط عضله القلب، ارتشاح الرئه، وقد تؤدي الى توقف القلب والوفاه. دكتور حازم، في عنوان في سؤالي الاخير لحضرتك كده، لو قلت الدكتور حازم خميس، في عنوان كده ورساله واضحه بكلمات بسيطه لكل مشاهد بيشوف حضرتك دلوقتي، في نصيحه من حضرتك خصوصا مرضى القلب، او ان احنا نبقى بنحفظ نفسنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب، من فكره الاصابه بامراض القلب، تقول لهم ايه في عنوان كده يا فندم؟ موضوع القلب ده زي اي حاجه برضو، الوقايه خير من العلاج. محدش هيعيش حياه فيها مخالفات غذائيه وطبيه تدخين ويتم قلبه سليم، مستحيل. ليه؟ بيجي لك ناس يقول لك ايه، انا طول عمري بدخن، ده انا بقى لي 50 سنه تخين، ده انا بقى لي مش عارف 30 سنه باكل دهون وبيستشهد ان ده بيحصل ليش حاجه بيه. لا يمكن تتني ضغطك عالي او سكرك عالي او الدهون عاليه او بتدخن او تخين او ما بتلعبش رياضه وتقول ان انا الشخص المحمي، ان انا الوحيد اللي حفلت ده. يعني طبعا المرض، عايز اقول لك الحاجه غريبه جدا الناس مش تاخد بالها، كلمه واذا مرضت فهو يشفيني ذكرت من 1450 سنه صح؟ ونعم بالله طبعا، لكن هي قيلت على لسان سيدنا ابراهيم من الاف السنين. مظبوط، يبقى هناك مرض وهناك شفاء، خلاص دي قضيه محسومه، ان اللي ربنا يريده هيعيا هيعيا، واللي ربنا هيشفيه هيشفيه، دي القضيه، ما دي محسومه. نحن لا نتحدث في ذلك، نحن نتحدث فيما يطلق عليه عوامل الخطر المكتسبه، الضغط، تمام، السكر، الكوليسترول، الدهون، التدخين، طبعا السمنه، كل دي عناصر وتوابع توديك في الاخر لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع لمرض القلب. الدكتور حازم، احنا عندنا في الطب حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، يعني تغيير نمط الحياه. لازم على الاقل انت في سن مش لازم تصاب، ما تستناش انك تجي لك اصابه قلبيه، بادر انت وغير شكل حياتك علشان تبقى الامور احتمالات الاصابه فيها ربنا يحفظ الجميع قليله جدا. انا بشكرك جدا جدا دكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل واستشاري